مدام عايدي، خير في ايه؟ ازيك يا جميل؟ الحمد لله تمام. انا عايزك في كلمتين. تأمريني. عايزك تمضي لي حمزة على ورقة وحديك اللي انت عايزه. انا عارفة يعني ان ظروفك صعبة اليومين دول، وانا عندي استعداد اساعدك. انت عايزاني اخون حمزة صح؟ انت عارفة حمزة ده بالنسبة لي ايه؟ ايه؟ حمزة ده صاحبي من وانا لسه بحبي. والله طب الرجولة معمول عمولة على قد جسمه، لو خس حتى في اي حتة كفاية اسمه. عايزاني اخون حمزة؟ ايوه انا موافق. ده ياما قرفني وذلني في حياتي. يا سلام، مفيش واحدة عجبتني لو علقها مني. عارفة انا مرة خدت وخطب لي واحدة اتجوزها هو، اي واحدة حط عيني عليها بياخدها مني، حتى انتي. نعم، ما تغيريش الموضوع. الموضوع ده هيبقى مكلف قوي بالنسبة لك. ولا مستعدة. طيب مبدئيا كده 25 و30 القيمة المضافة يبقى 200 جنيه. ياه، 200 جنيه ورا واحدة؟ دي دفعة مقدمة بس، بقية ال 2000 جنيه هاخدهم منك على اقساط مراعاة لظروفك بس. ماشي، اوكي يا جميل، أنا موافقة. اتفضل. هتمضيهولي على الورقة امتى؟ هغسل وشي يا منشوف. لسه بقول لها مش هنمد ايدينا على الأكل إلا لما بسنت حبيبتي تيجي تاكل معانا، مش كده برضو يا فريدة؟ طبعا. معلش بقى، الماجستير وسنين وكمان الطريق كان زحمة قوي. مش انت اللي اخترتي تبقي معيدة وتكملي دكتوراه وماجستير؟ انشفي بقى. انشف اكتر من كده؟ ده انا بقيت شبه الرجالة. ايه؟ مالهم بقى الرجالة؟ مالهمش يا حبيبي، لو كلهم شبهك كده يبقوا زي القمر. صحيح يا فريدة، ايه الفيديو الجاحد اللي فضحتي فيه الراجل اللي اتجوز اتنين ده؟ شفتيه؟ اه شفته، جامد قوي. ما وراهاش حاجة غير فضايح الناس، ده أنا خايف ما تلاقيش فضايح لحد تفضحنا أنا. الدكتور مراد فكري الرسام المحترم اللي كل الناس بتحترمه، لما أحب أفضحه ممكن أعمل فيه إيه؟ يا بنتي يا حبيبتي، أنا خايف عليكي تأذي نفسك من اللي أنت بتعمليه ده. المرة دي حمزة، والمرة اللي فاتت الجدع اللي اسمه محسن هنداوي، قلبت الناس عليه كلهم. لا لو سمحت يا جدو، اللي اسمه محسن هنداوي ده يستاهل كل اللي يجراله، ده محامي بايع ضميره للي يدفع اكتر، واذى ستات كتير قوي منهم ستات انا اعرفهم، يبقى يستاهل ياخد على دماغه ولا لا؟ ها؟ ياخد على دماغه يا فندم. عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. كنت فين؟ كنت في مشوار. طب مش مفروض تقعدي جنب جوزك حبيبك وهو تعبان؟ ما انت ياما ستات قعدوا جنبك يا حبيبي. بس انت مش اي ست يا حبيبتي، ده انت هايدي. وانا بقى ما فيش حاجه بتقلقني في الدنيا غير الكلمتين دول. ليه يا حبيبتي؟ ده انت لو فتحتي قلب حمزه مش هتلاقي فيه غير هايدي. بس خلاص، انا كده اتاكدت ان في مصيبه داخله عليا. ليه بس؟ اصل كل مره بتقولي كده بتتجوز عليا. طب افرضي بقى ما اتجوزتش المره دي. ليه؟ هو ده اوبشن؟ لا والله بهزر. طب بقول لك ايه؟ ما تروحي كده تعملي لنا كوبايتين نسكافيه بايديك الحلوين دول، تيجي تاخدي بالك مني شويه. انا راجل تعبان وعايز اتدلع واتروق كده. طب ما تخلي واحده من طليقاتك او مراتاتك تعمل لك النسكافيه، عشان انا يا دوب اغير والحق صحابي. اه وعلى فكره سلامتك يا حبيبي. يا لهوي يا خرشين مزعل عسل، وفي حد في الدنيا بيبقى شكله حلو وهو نايم؟ يخرب بيت عسل وجمال وطعامة شكلك يا شيخ. بقى ليه؟ في ايه يا معلم؟ بتقولي حاجه؟ ايه ده؟ انت مال صوتك؟ انت في حاجه محشوره في زورك ولا ايه؟ يا تعبان تعبان برد. الف سلامه عليك. هو انا مش قلت لك 100,000 مره ما تدخلش الزفت العلاقات المهببه بتاعتك دي في شغل الشركه يا مستر حمزه؟ ولازمتها ايه مستر بقى؟
ما انا اللي غلطانه، انا اللي غلطانه، انا يبقى عندي ديل حلو ومهم وهيفيد الشركه، اديك تفاصيله ليه تقوم تبوظه؟ ها؟ عشان انا غبيه. معلش يا بعاد، معلش، حقك عليا. حق ايه وزفت ايه؟ ده انا صحتي راحت عليكم في الشركه دي والله العظيم، مش عارفه احلها من هنا تبوظوها من ليه كده؟ بص انت قدامك حل من اتنين، يا تتجوزني يا ترفدني، اختار لك حل. قولي يا متر. اتفضلي. هو لما اتنين يتخانقوا مع بعض ويعوروا بعض واللي اتعور ده يروح يعمل محضر، حضراتكم بتتصرفوا ازاي؟ بنخلي التاني يعور نفسه ويروح يعمل له محضر، ويبقى محضر قصاد محضر، وفي الغالب الموضوع بيخلص على كده. حلو قوي. واحنا بقى لينا فلوس عند حمزه وعايزين ناخدها، حضرتك ممكن تعمل لي محضر بده عشان احنا عايزين الفلوس؟ منطقي برضو، تحت امر سيادتك. بس يا ابني، وفضلت قاعد في المايه طول الليل لحد ما ركبي ثابت، مبقتش حاسس بيها خالص، قمت طلعتها بقى وخلصت منها. يا عيني، مش حاسس بركبك؟ وده لفت نظرك يعني وطلعتها؟ دي عدت عادي بالنسبه لك؟ هو الراجل ايه غير ركب؟ على رايك. وهي الستات بتروح وتيجي وانا بروح وباجي معاهم عشانهم، بس عشان ما اسيبهمش لوحدهم يعني. اصيل، المهم انا عايزك في موضوع مهم. ايه؟ سريعا. راح فين؟ بتقفل بالمفتاح كده عشان محدش يسمعنا يعني ولا ايه؟ هايدي. ايه يا جميل، مالك؟ في حاجه؟ عشان محدش يسمعنا يا ابني. احنا لوحدنا في الاوضه بقى، بطل الغباء بقى. ايه وزفت ايه ودماغك؟ اخلص. هايدي جت لي البيت وعرضت عليها فلوس عشان اكتبك ورقه تبيعك نص املاكك عشان تضمن هي حقها. يا بنت اللذينه، وانت عملت ايه؟ وافقت كده. لا وايه؟ خدت منها 200 جنيه عربون. 200 جنيه حته واحده؟ طول عمرك كلب فلوس. لا خد التقيله بقى. في لسه 1800 دفعات. لا مش مصدق. والله العظيم. مستحيل. والله العظيم. ده انت فلستها يا ابني. قضيت عليك. الذكاء ده يخرب بيتك. ده انت عبقري. ماشي يا عايزي. والستات اللي هي بتتكى قوي على انا حقي شغاله، انا حقي تجيب لي اللي انا عايزاه، انا حقي ابقى مرتاحه، انا حقي اروح النادي، الكلام ده كله طبعا يا ماما حقك، بس ده حقك لما كان ايام ما كان بيبقى فيه طشت، ايام ما كنا بيطلعي بالزعايفه بقى والحاجات دي. دلوقتي في كيتشن ماشين اللي احنا كنا بنطلب بقى الطلبات دي قبل الجواز. انا عايزه كيتشن ماشين، عايزه غساله في الاوتوماتيك، عايزه شغاله من نيجيريا على يعني الراجل بنحمله فوق طاقته وبعدين نرجع نقول بيطفش لي، صح ولا غلط؟ وروني كده الفيديو اللي عملها البت دي. استنى انا منزله عندي. منزله عندك ليه؟ ومالك بتضحك قوي فرحانه قوي كده ليه؟ بحبه قوي. فرحانه بتشتمني؟ منزله عندك في التليفون؟ ما تشوف حل مع الواد ده معايا. والله العظيم انا غلطت معايا. هات ما تتفرجش على حاجه من عنده، انت مجنون بتنزل الحاجات دي؟ خد يا مستر حمزه شوف من عندي انا. انت كمان يا معلم منزله البتاع عندك على الموبايل؟ ما عشان تشوف. عشان اشوفه ايه وبتاع ايه؟ انتوا ضدي يا جماعه، امسكي شوفوا عندي. وما انا كمان منزله عندي على التليفون. طب ما هي عاديه اهي، امال بتتنطط ليه الفريده دي؟ بص الحوار ده عندي، هنزل انا وشويه عيال صيع ندغدغ لها عربيتها ونديها علقه ما كلهاش حمار في مطلع، هترتجع على طول. والنبي بس بلاش الفشخره الكدابه دي وانزل انا، انت اصلا لو حد نفخ فيك هتطير، ما تقولش حاجه انت مش قدها. بص يا مستر حمزه، انت يا اما تكلم مستر علاء ده تخلص معاه الموضوع، يا اما نلحق نفسنا ونشوف حد تاني نشتري منه. انا هروح لفريده. هو ايه اللي هروح لفريد؟ بقول لك كلم مستر علاء تقول لي هروح. لا انت ما بتصدق يا ستي، ازاي ما انت فاهمه هروح لفريد عشان اخلص معاه الموضوع. مالها دي؟ مساء الخير. يا مساء الفل. مش كده؟ ده هو كده. يا ترى ممكن اقابل الاستاذه فريده؟ ها؟ الاستاذه فريده. طب هو انت للاسف مش واخد ميعاد. مش مهم خالص. ثانية واحدة. ها؟ ثانية. ولا نخلينا شوية؟
زي ما انت شايفه. اتفضلي. ميرسي. عمر مساء الخير. مساء الفل يا اهلا. وين السكرتير؟ سوري السكرتير. هو انت لبنانيه؟ بي مصري بس امي لبنانيه. اه السكرتير كده دلوقتي. Tu parles français? Oui. Je suis malade. Ya Allah, مليت عن جد مليت. لو سمحت ما عاد تحكيني إنه خلص. تسيت كيف كنتني كيف قهرتني؟ وجاي هلا كل من كل عقلك تقلي بدك نرجع؟ إنه أكيد ما رح أرجع إلك. إنه بكفي تركني لحالي. دخيل ربك اللي خلقك، حل عن راسي، وما عاد تحكي رفقاتي، وما عاد تحكيني، ما بدي اياك ولا حتى تكلمني على التليفون، قلة أدب. هو كده مش هتصل تاني. عن جد ما بيفهم بالحكي. ما هو قاعدين نقول له بالصبح وبرضه بيتصل تاني. ده حسام؟ حسام مين؟ ما علينا. هو كده برج الحوت. رومانسية وكذابة وحنونة. بس لما بتتعصب ما بتعرفش حد. من وين عرفت؟ ان انت برج الحوت؟ انه ايه؟ اصل قلب حمزه ما فيهوش غير برج الحوت. شو كمان؟ الحسنه دي حلوه قوي. طبيعيه؟ ايه من عند الله. ولا عاملاها؟ اه قولي الحق. عن جد عن جد من عند الله. اصل انت عارفه دلوقتي كله بقى بيلجا الى عمليه التجميل وكده. ما بحبها. مش حلوه خالص. لا ما بحبها ابدا. استاذ اتفضل. استاذه فريده في انتظار. أ bon bon. نعم أمريني. مش بطالة. مالك رفع حاجبك عليا كده ليه؟ وأنا قلت حاجة تضايقك؟ هو انت تعرف تضايقني اصلا؟ يا ريت لو سمحت تحترم خصوصيات الناس لو ما كانش يزعجك يعني. مظبوط كلامك مظبوط. ولما انت شايفه ان هو اقتحام خصوصيات عوادي فريد عوادي ايه اللي خلاكي تعملي فيديو عن فرحي وتشتمي فيا؟ والله مش فاكره كده. هو كان اي فرح؟ ما يخصكيش. لا يخصني لاني ست زي الستات اللي انت بتتجوزهم دول وواجب عليا ان انا اوعيهم. يا بنتي هو انا جيت جنبك ولا كلمتك في ايه؟ وبعدين مين قالك ان الناس دي محتاجه حد يوعيها؟ شايفاهم يعني اطفال صغيرين؟ انت ازاي بالجبروت ده؟ ازاي جالك القلب انك تتجوز اتنين في يوم واحد؟ والله حاجه ما تخصكيش. بعدين انا نظامي كده ما بحبش اكرر نفسي. اي ست بتوافق انها تتجوزك وانت اصلا متجوز بتبقى بتظلم نفسها وبتظلم مراتك معاها. شكلك محتاجه تتظلم انت كمان. نعم. بقولك يا فريده بعيد عني احسن. وعايز اقولك خليكي فاكره ان انت اللي بداتي عشان ما ترجعيش تعيطي تاني. ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي؟